مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. وعقب الاجتماع الفني الخاص بمباراه الاهلي والنجم الساحلي معايا في هذه اللحظات نائب رئيس طبعا فريق النجم الساحلي دكتور جلال كريفة. دكتور جلال برحب بيك طبعا في البدايه وعايز اشكرك على الاستقبال اللي كان بالنسبه للنادي الاهلي في تونس في البدايه، اعتقد المعامله كانت بالمثل هنا في اسكندريه المره دي. اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا بكم، اهلا وسهلا بالساده مشاهدي قناه الاهلي اينما كانوا. أنا عارف إن قناة فضائية ويشوفوها عديد من مشجعي الأهلي وحتى مش من مشجعي الأهلي. فالحمد لله اللي صار في تونس هو كان واجب قمنا به، وقمنا به بقلب مفتوح وفرحانين يعني. وهكي هي العلاقة، لأن العلاقة اللي تربط النادي الأهلي والنجم الساحلي علاقة كبيرة وعلاقة جذورها في التاريخ يعني سنوات وسنوات عديدة، ومهما تتغير مجالس الإدارة فنفس المعاملة ونفس العلاقة ونفس وبالعكس بالعكس معناها كما تقولوا عمال تزيد يعني من حسن لأحسن. بالنسبة لوصولنا للمطار برج العرب بالإسكندرية وإقامتنا بالإسكندرية وكل ما يمس وفد النجم الساحلي من ترتيبات سكن أكل شرب تنقلات مرافقة أمنية، فبصراحة نحب نشكر الباشمهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أعضاء مجلس الإدارة الأخ العزيز الدكتور شيرين شمس المدير التنفيذي سمير عدلي أخ عزيز عليا واللي بالمناسبة لو تسمحوا أوجه له تحية وأقول له ألف سلام عليك. أنا كنت عارف أنه عمل عملية ومش موجود معنا بس روحه موجودة وهو موجود في قلوبنا الحمد لله. فبالتالي وصولنا وظروف الإقامة والاستقبال بالمطار وكل هذا مش غريب على مجلس إدارة النادي الأهلي. علاقات جيدة جدا ما بين إدارة الأهلي والنجم الساحلي. هي العلاقات فيها نوعين، علاقة جيدة جدا بين الناديين النادي الأهلي والنجم الساحلي، وفي علاقة شخصية، علاقات شخصية بين أعضاء مجلس الإدارة وبين أعضاء مجلس إدارة النجم الساحلي. فبالتالي علاش قلت لك نوعين؟ لأن في المعمول به وفيه الزيادة، وإحنا الحمد لله بيننا وبين الأهلي إحنا دائما نعتبروا حالنا بلد واحد وأهل وشعب واحد، وحتى هك تشوف حتى الألوان، ألوان أزياء الفريق النجم بالأحمر والأهلي بالأحمر، في عديد نقاط التشابه والتلاقي. وعلاقاتنا دائما والحمد لله مستمره، ويا رب ان شاء الله تدوم العلاقات هذه على طول يعني. اذا كان بعد الاجتماع الفني الاول بتحديد ايه اللي تم الاتفاق عليه والتنسيق طبعا ما بين الاهلي والنجم الساحلي في الاجتماع؟ هو عادي الاجتماع الفني دائما مثل نفس المباريات، في قبل كل مباراه في البطولات الافريقيه تصير اجتماع فني يحضر فيه مندوبين على كل فريق، ويحضر فيه ممثلي الكاف الحكام والمراقب المباراة ومنسق والماتش كوميشنر يعني. ففي نقاط دائما بتتعاد، فهذه مش غريبة على الأهلي وعلى النجم الساحلي، لأن إن شاء الله احنا تقريبا كل أسبوعين كل في عنا مباراة يعني حفظناها عن ظهر قلب. وفي الاجتماع هذا تصير فيه التطرق لنقاط عديدة، نقاط أمنية، وصول الفرقتين للملعب، الأزياء، التحذير من عديد الأشياء، مين فيه معاقب مين فيه مش معاقب، الأمور الماركتينج وأمور الصحافة والجمهور ووصول الوفد ومغادرة الوفد. فبالتالي احنا حافظين الشيء هذا والحمد لله كل هذا صار. شين شمس معنا هو، انت لسه كنت بتشكره على لا هو العلاقات واضح ان هي قويه جدا ما بين النادي الاهلي وفريق النجم الساحلي. لا هو يعني العلاقات قويه جدا، احنا بنعتبر ان احنا النجم ده الاهلي في تونس،
وبعدين دكتور جلال يعني الحقيقه ان هو يعني سيبك بقى من المباراه او النجم او الاهلي، لكن هي في صداقه وشخصيه، وهو العلاقه قويه جدا على فكره بشمهندس محمود طاهر بيا، بكابتن سمير عدلي، بكابتن سيد، يعني هو علاقته قويه جدا بالمسؤولين في النادي الاهلي كلهم. هو راجل جميل الحقيقه، وبعدين بنروح هناك احنا ما بنحسش ان احنا خرجنا بره مصر، يعني بنروح هناك اكننا لسه جوه القاهره. يعني انا قلت له في العلاقه نوعين، في علاقة بين الناديين هذه العادية اللي يعني إن شاء الله كل سنة تتحسن وتكون من حسن لأحسن، وفي علاقة شخصية تكونت مع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء من أعضاء من النجم الساحلي، فبالتالي هذه شخصية يعني علاقة حميمية تقول زي عائلة واحدة. ده شيء يمكن جيد وايجابي قبل مباراه مهمه طبعا في نصف النهائي، وبتحديد اياب مباراه اكيد قويه ما بين الفرقتين، لكن شايف المباراة ازاي وشايف فرص فريق النجم الساحلي ازاي، خصوصا ان هو قدر يفوز في مباراة الذهاب 2-1؟ احنا قلنا حتى من قبل مباراة الذهاب قلنا هذا دربي، والدربي لا يخضع لا لتكهنات ولا لقوانين، ويتلعب على جزئيات بسيطة، واللي مش يكون مركز اكثر واللي مش يكون حاضر اكثر ذهنيا، خاصة ذهنيا وبدنيا، هو ان شاء الله اللي مش يتعدى. مهما كان اسم الفريق اللي مش يتعدى، احنا راضيين باللي ربي يقدره لنا وللنادي الاهلي. حظ سعيد للفرقتين، الفرقتين عندهم نفس الحظوظ، انسى مباراة الذهاب، احسن اثنين فرق موجودين في افريقيا. المفروض هذا يكون نهائي مش دور نصف نهائي، هذا دور نهائي قبل الاوان. فبالتالي كما قلت لك يعني التحضير بالنسبه للنجم وبالنسبه للاهلي، تحضير مباراه كبيره، مباراه تعطيك معناها رخصه حتى تمر للدور النهائي، مباراه هامه، لكن المنافسه مش تكون في الميدان، بروح عاليه، بروح رياضيه عاليه، واحترام الفير بلاي، وان شاء الله ان شاء الله المباراه تنجح كما قلت امبارح، تنجح تنظيميا وتنجح كرويا، لانه احسن اثنين فرق في افريقيا مش يوريوا للعالم صوره كويسه. ان شاء الله ربي يوفقنا، واللي يكسب مبروك. استاذ اللواء، قبل ما نروح للناحيه الامنيه هنتكلم عن المباراه برضو، فرص النادي الاهلي ان شاء الله الاهلي هل هو اللي هيكسبها ولا ايه؟ لا ان شاء الله طبعا، انا بتمنى الاهلي يكسب، دكتور جلال بيتمنى النجم يكسب، وده وضع طبيعي يعني، لكن انا شايفها مباراه يعني شايفها انها 50-50 زي ما بيقولوا، يعني هي يعني مش مساله النجم كسب هناك 2-1، الاهلي عنده فرصه هنا، النجم عنده فرصه، لكن الحته اللي عايز بس اتكلم فيها هذا القدر من الصداقه وهذا القدر من الوعي من الجانبين، فده بيوصل للعيبه بتاعتهم، غير لما بكون يعني لما بكون في مباريات، انا مش بتكلم عن النجم او الاهلي عامه، بيبقى في شده، فالشده دي بتوصل للملعب تحت ويكون نتيجتها مش كويسه. احنا بنتمنى انه فعلا الفرقتين بكره ان شاء الله يقدم مباراة كويسة، الفرقة الأحسن توصل، وسواء احنا أو النجم، فيعني بعتبرها فرقة واحدة، النجم وصل وراح له نصيب إنه يروح، فإحنا رايحين معاه، ولو احنا رحنا برضه الدكتور جاي معانا إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يكرمنا إن شاء الله. نتكلم على الشق الأمني، طيب عن المباراة أكيد حضور كبير من جمهور النادي الأهلي إن شاء الله 50,000 متفرج، عايزين نطمن على الناحية الأمنية بخصوص هذه المباراة، وأيضا عايز أعرف عدد الحضور من قبل جماهير النجم الساحلي هيكون كام، وإجراءات دخولهم للاستاد هتبقى إزاي؟ لا بالنسبه لجماهير النجم الساحلي يعني بنطمنهم، هم في بلدهم، احنا اتفقنا مع الامن ان هيبقى لهم مدرج لوحدهم، هيبقى متامن تماما في الدخول والخروج، والدخول مش مساله انه يخش من باب الاستاد، لا احنا هنامنهم من بره ولغايه ما يخرجوا بالسلامه، وهو هم في بيتهم يعني، هو طبعا يعني وهيلاقوا كل حفاوه من النادي الاهلي ومن جماهير النادي الاهلي. بالنسبه هو العدد 50,000 ان شاء الله، متأمن بالكامل ان شاء الله، وكل حاجه رتبناها مع الامن، والدخول والخروج بقى معروفه وكل حاجه معروفه ان شاء الله. الرسائل اللي حابب تقولها للجماهير بشكل عام من الفرقتين اللي هيلعبوا المباراه دي، التحذيرات اللي انت حابب تقولها بالنسبه للجماهير؟ لا مفيش تحذيرات، لان اعتقد انه الجمهورين على وعي كامل، يعني مفيش تعصب، شجع فرقتك سواء جمهور الاهلي او جمهور النجم، شجع فرقتك بس، مالكش دعوه بالفرقه الثانيه، وربنا هيكرمه ويبقى له نصيب في الفوز ان شاء الله باذن الله، ربنا يوفقه. لكن احنا عايزين بقى يعني زي ما بنتكلم جوه مصر عايزين نتكلم كمان في افريقيا، لابد ان احنا يعني احنا بنشوف ماتشات بطوله اوروبا، الفرقه اللي بتكسب حتى الفرقه اللي خسرانه بتحيي لاعبتها، سواء اي فرقه خسرت تحيي لاعبتها، لانه وصل الدور قبل النهائي، ده دور متقدم، لكن الحظ السيء شويه يعني ان هو الاهلي والنجم وقعوا قدام بعض في السيمي فاينل، هو ده المفروض انه ده فاينل فعلا يعني، فيعني الفرقه اللي تكسب الف مبروك، اللي خسر هارد لك، ويعني حظ اوفر في المره الجايه،
طبعا كل واحد فينا بيتمنى فرقته تكسب وربنا يقدم الخير ان شاء الله. شكرا. شكرا يا دكتور. وعايز منك رساله للجمهور الفرقتين برضو قبل المباراه دي ان شاء الله. هو الرساله الوحيده اللي الواحد يقولها هو كره قدم فن، فالمفروض الجمهور يستمتع بالعروض الكرويه الشيقه والكويسه، والناس لما تروح وتتنقل مسافات كبيره وحتى تشجع فريقك، بس بدون كما يقولوا بدون تهور، بدون تعصب زايد، بدون تخلي المباراه مباراه كره قدم، واللي واكيد باش يكون فيها واحد فايز وواحد منهزم. ان شاء الله تتعدى مباراه على خير، ان شاء الله تنجح كرويا وتنظيميا، وان شاء الله اللي يكسب واللي يربح يقولوا له مبروك، واللي يخسر يقولوا له هارد لك. وهذا هي الكوره، فيها ربح وفيها خاسر، وان شاء الله تتعدى على خير في ظروف طيبه، والناس كل معناها تستمتع كما قلت لك مره ثانيه. شكرا.